كفيتي ووفيتي يا عمري. كلياتكم مواليد برج الجدي، خلوا طاقتكم مع رولا، خلوا الطاقة مع رولا، وشدوا تكبيسات، شدوا تشيرات تنشوف برج الجدي. بدي اشوف بس هلا لخلود، وبعدين رح افتح للجدي كلياتكم، اوكي؟ هلا هيدي هيدا التارو لخلود. طاقتي معك؟ اوكي. خلوا الطاقة مع رولا. خلوا الطاقة مع رولا. يلا يا خلود قولي يا رب. خلينا نشوف هالليلة. يا رب. ليكي انت كتير عم بتكوني عم بتفكري بكل حركة بدك تعمليها، بكل حركة متيقظة. ليكي قاعدة الأضواء كلها عليكي، شوفي شوفي الأضواء، الأضواء كلها عليكي، الشهرة كلها عليكي، بس انت مترقبة بدك تشوف الأحداث كيف بدها تصير الليلة. الليلة انت قوية كتير. بتعرفي الأسد يعني قلب الأسد قد ايه قلب الأسد قوي؟ انت أقوى منه. HAK أهلا وسهلا حبيب القلب هشام، انت أقوى منه. ليكي شوفي يا خلود، وليكي القلب كيف حاطتيه برقبتك، يعني انت قلبك مليان فرح ومليان حب ومليان تفاخر فيكي. اتصال تاني. شفتي شفتي ليكي الناس بعد ما بتعرفك على وجهك، ليكي الوجه هون وليكي هذا الوجه الأسد، يعني عشوائي رح تكشفي، رح تكشفي على حالك. بفكروني بفكروك انك انت لقمة سهلة، انت منك لقمة سهلة ابدا، انت كتير قوية. شو حلوة هالورقة بشعر بدني والله العظيم، هذه الورقة عندك قوة مش طبيعية. الله اكبر. ليكي يا قلبي انتبهي، معقول يكون في حدا يزبزب عليكي بهذه الليلة، يخبرك خبرية او بده يوقعك بفخ او بدك تسمعي خبر مش حلو. وهيدي تمثل كمان برج السرطان، هاي تمثل برج السرطان، فانتبهي. اوكي انتبهي. الانطلاقة بدها تكون حلوة بهيدا الليلة، هيدي الليلة مثل ما نقول الليلة الليلة يا ويلي شو بده يصير، تعرفيها الغنية باللبناني. في ناس واقفين حدك، وكمان بنفس الوقت مثل كأنه في شخص من بعيد حميكي، من بعيد حميكي. وانا بقول لك هذه الورقه كثير حلوه، لك الليله حلوه ليلتك، ما في صعوبات، ولكن انتبهي من خيبه امل، انتبهي ما حدا يوقعك بفخ، هذا اللي بقول لك اياه، انتبهي ما حدا يوقعك بفخ، اوكي؟ وما تخلي حدا يشوش لك افكارك، لانه في ناس بدها تنق عليك كثير بعده امور، شوفي خليهم يتركوكي، ما حدا يضغط عليك ولا حدا يقول لك اعملي هيك ولا حدا وبتقولي انت بوقت خلص بدي ابعد عن الكل، ما بدي اسمع بقى شيء من حدا. بس انا اللي بقول لك ايه، انت قويه وخليكي واعيه على كل التفاصيل، كل شردي وورده خليكي واعيه عليها. وبكره اكيد الاضواء كلها عليك بدها تكون كمان. حبيبه قلبي يا خلود بحبك قد ما رح افتح لك ورقه حظ كمان. مريم اهلا وسهلا بمريم، خليني افتح لك ورقه حظ. ايه شفته كمان ايه طلبك كبير. اهلا وسهلا بمريم، طلبات عليك كتار. يلا خلي طاقتك معي، خلينا نشوف هالورقه الحظ، نشوف هالليله. قولي يا رب. يعني شو بدي اقول لك، يعني الورقه بتحكي لحالها. ليكي يا عمري انت عم بتقدمي كثير، انت عم بتقدمي كثير خدمات وحسنات وعم بتكوني قدها، بس انت بنفس الوقت كانه على بالك خديجه الحمد لله كيفك انت، كانه على بالك تكوني بمطرح في تقي وفي صلاه وفي محبه. هيدا اللي بدي اقول لك اياه. سمعتيني؟ اوكي يا قلبي، بس طولي بالك علي مريم، بدي افتح بعد للجدي تارو للجدي، لانه انا وعدت بوليد برج الجدي، فتحنا للجدي بس هيدا التارو كان لخلود، ولكن بدي افتح تارو للجدي للكل، وبرجع بقول لك برج الدلو يا مريم، بس خليكي معي. اوكي؟ يلا مواليد برج الجدي، بدي اشوف تكبيساتكم وتشيراتكم على اللايف لو سمحتوا. لو سمحتوا شيرات تكبيسات على اللايف بقوة.
خلود بحبك كتير، احلى بوسله اليك، احلى بوسله اليك، الله يحميكي من كل شر. سوسو اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. رح نقول يا جماعه بس هلا بدي مواليد برج الجدي تشيرات، شوف تكبسات، شوف ادعموا مواليد برج الجدي كلياتكم وخلوا طاقتكم مع رولا ولنشوف الجدي شو في عنده كلياتكم. ما انا شايفه تشيرات من الجدي، لا امتكم عم بتزعلوني هيك، ما عم شوف تشيرات. شفتوا شفتوا للواتس يا قلبي، شفتوا ما انا دغري ببين على الشاشه، شفتوا ما انا دغري ببين على الشاشه، شفتوا. نحكي بنحكي بكره كمان يا عمر لرولا. ما تحبين الحوت؟ كيف بحب الحوت يا جماعة؟ ليش؟ ما أنا بضلني أقول وبحب برج الحوت، كيف بحب الحوت؟ جدي بدنا نشوف تكبيس أكتر جانب، إيه، إيه عرفت. خلينا كبار. يلا جدي. جدي. خلوا عيونكم بعيون رولا. خلوا الطاقة مع رولا، هون. خلوكن مع رولا، قولوا يا رب مواليد برج الجدي، قولوا يا رب بدي شوف، يا رب بدي شوف، الله أكبر بدي شوف. الأولى قالت بنا. يلا حطولنا يا رب، حطولنا الله أكبر، ما شاء الله عليكم مواليد برج الجدي، يلا عليهم. لا 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 ليكن شدي، في حب كتير قوي، في حب the lovers، كأنه حدا بده يقدم حبك لإله، في حدا بده يعترف لك بحب، في مصالحات، في خطوبة، تحضيرات لخطوبة لمولود برج الجدي، اتفاقيات، عودة حبيب. شو هالورقة الحلوة هاي؟ هيدي ورقة الصلح. افتحي لايف يا عمر، افتحي. وكأنه مولود برج الجدي عم ينفق أموال كتير على ناس كتار. خليكي حبيبتي، خليكي اسمعي 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 بس الجدي وظهري، اسمعي الجدي، هذا للجدي. كأنه مولود برج الجدي عم بيكون في عنده أنفاق كتيرة على مال، مال على ناس، عم بيساعد ناس، عم بيقدم مساعدات، ولكن بنفس الوقت يستغل، عم يستغلوه لمولود برج الجدي. صارت مثل الخبرية انه اوكي انت عم تعطيني، مثل كأنه بابا عم يعجبهم، اعطيني اكتر اعطيني اكتر. يعني مثل ما بيقولوا المثل، اذا كان حبيبك عسل ما تلحسه كله، عم بيقدم الزلمة، عم بتقدم هالامرأة، عم بيعطوا، عم بيضحوا. بس كمان لازم الواحد يشعر مع هيدا الشخص الآدمي المحب. الجدي ضايع ب يمكن علاقتين، ضايع بشخصين، ضايع مولود برج الجدي تكبيسات يا جماعه، ضايع الجدي بقرارين. لبنى يسعد قلبك يا لبنى، ضايع بقرارين، في قرارين ضايع فيهم مولود برج الجدي، منه عارف الجدي اي قرار او اي صح واي الغلط. بس الجدي دائما افشعر بدني، دايما بيرجع بيوصل لحل. الجدي في عندك مثل صحيح، في عندك مثل كأنه شخصين بدك تبعد عنهم، أو أمرين مهمين كانوا بحياتك بدك تخلى عنهم، ومسك بأمر واحد، عندك طموح واحد بحياتك هو نجاح، نجاح لتوصل لمبتغيك، يا بعلاقة يا بعمل يا لسفر يا لوراء يا لقضية. يسعد قلبك يا خديجة، يسعد قلبك يا خديجة، يا عمري أنت حبيبة قلبي. فالجدي متمسك وعنده سفر لقدام، كتير عم بفكر بالسفر الجدي كتير، صح ينصر دينك، ينصر دينكم أنتو يا OSN الجدي. بس بدي شوف تكبيسات يا جماعة، الجدي عن جد السفر، السفر لإلكم، سفر لإلكم، ولكن كأنك عم بتقود شغلة جديدة بحياتك بينك وبين شخص، أنت وشخص ماشيين، نفس الورقة يلي طلعت لخلود، هيدي الانطلاقة العظمى، ومحمي، محمي برج الجدي من شخص
وراك مسؤول محبب على القلب. هيدا هو مولود برج الجدي. دخل قلبكم واحليكم، ليكم واحلي هالورق. الجدي كثير ورقك حلو، اوكي؟ رح نحكي برج الدلو، خليكي معي خديجة. رح نحكي برج الدلو، وبدنا نرجع نقول برج السرطان وانت والله انت الاحلى، للسرطان للبنى، وكمان بدنا نقول برج الحوت. خلوكم معي يا خديجة. انا كل ما بدي اقول برج الحوت قول وبحب برج الحوت. خلينا نقول برج الدلو لمريم. يلا يا مريم، وراح افتح لك ورقة حظ يا مريم. اعطيني ورقة. يلا يا قلبي رح اعطيكي، مش ورقة، كذا ورقة رح اعطيكي، بس طولي بالك، لانه مريم دخلت اول شيء اوكي ورجعت لبنى. خليكي معي. برج الدلو انتم من الابراج المحظوظة. انا بقلك يا مريم، إلك من اليوم القمر عم بيسنديك، عم بيساعدك، وبكرة لأنه في تسديس بين القمر وبين الشمس، عطاكم بده يعطيكم أمور جيدة لمواليد برج الدلو، أمور رائعة، مثل العلاقات العاطفية فيها وفاء. حبيبتي وأنا بحبك أجنبية، العلاقات العاطفية فيها وفاء، كتير مناسب بكرة لمولود برج الدلو المصالحات. يعني كيف أقول، واحد يحكي مع التين، المصارحات، فتح الوراء. أبي كرت إيه. يلا يا قلبي، بس خليك دقيقة بس، يا طلعت عليك ما لقيتك، قلت لك خليك اسمعي برج الجدي، ما سمعتي، خليكي معي خلود. برج الدلو، اللي بدي أقول لمواليد برج الدلو، إنكم أنتم من الأبراج يلي الشمس بأحلى موقع، وعطارد كمان عم بيشكل تسديس مع القمر، فانت بكرة عندك قدرات. يلا يا قلبي خديجة، طولوا بالكم، خلوني خلص بس الدلو لمريم. احبائي انتو، بس طولوا بالكم علي، انتو عندكم تطورات جديدة بكافة الامور، واذا عندك اي مسألة يا مولود برج الدلو كانت عالقة، بطلب منكم بكرة تجربوا تحلوها، لانه الحل بايدك. بدك تسمع خبر مفاجئ بخصوص عمل، بده يكون في عندك تنقلات. وكمان يا مريم، كل مواليد برج الدلو كانه عندكم دعوه، كانه عندك عزيمه، كانه في فرحه لولد من اولادك، عيد ميلاد لولد، كثير بكره بيتضوا عليك على مواهبكم، على ابداعكم، على كلامكم، انتم محط الانظار، اتصال بفاجئكم بالخير. يمكن تحصي كمان على هديه، او عندك مكسب مالي، والتنقلاتك عديدة، وكل التنقلات بدها تكون مباشرة بالخير. فكرمال هيك أنا بقول الدلو من أسعد الأبراج بكرة، وكل هالأمور عم بقولها لغاية المساء. المساء الساعة 8 إلا ربع يعني بينتقل القمر لبرج السرطان، بعدين بتلتهوا بأمور بتشغلكم بالكم. رح أفتح لك ورقة حظ يا مريم، ورح أفتح ورقة حظ لخلود كمان. انا لما فتحت لك ورقه حظ يا خلود، وين كنت؟ فتحت لك ورقه حظ، بس يمكن فليتي ولا ما بعرف. خليكي معي يا مريم، برج الدلو مريم، خلي طاقتك معي. في قضيه شغله بالك مريم، قضيه عمل، هو عمل معين، هو قضية مالية، هو عندك علاقة مع برج الميزان، بس هيدي القضية إلى حلول. يعني أنا وين؟ يلا يا قلبي رح قلك، أنت بقلبي يا خديجة، أنت هون بقلبي، أنت بقلبي يا عمري. يلا خليكي معي يا خديجة، هيدي الورقة هلأ لخلود. يلا يا خلود خليكي معي يا خديجة، تقبريني ما تفلوا، بس طولوا بالكم علي، لأنه ما بدي زعل حدا. خلي طاقتك معي يا خلود، سعد قلبكم، بس كبسوني. ليش بوت اللايف هيك؟ ليه بوت اللايف؟ ليه ما عم بتكبسوا؟ روحي يا عمري، طلعت لك ورقة الشمس، التفاؤل والحب والنجاح والمكاسب المالية والحب كله، من أجمل الوراق، أجمل ورقة هي هيدي الشمس يا خلود، شو بدك أحلى من هيك؟
خلود برج الجدي. خليكي معي خديجة. خديجة مش ورقة بدي افتح لك، بدي افتح لك كذا ورقة، واذا للحب رح افتح لك تارو للحب. اوكي خليني مرق برج السرطان بس. حبيبة قلبي خلود روحي افتحي لايف والله يكون معك. بدي مرق برج السرطان للبنى، وهلأ بفتح لك. انطريني بس شوي، انطريني يا مولودة برج الحوت، يا أحلى مواليد برج الحوت. بس يا جماعة ليش فوت اللايف؟ بدي أشوف لك بيساتكن على اللايف أكتر، وشيراتكن ما عم بتكبسولي يا أحبائي. كبسوا إذا بتريدوا، ما في تكبيس، كنا 300 أشطنا. ليش؟ والله حرام، والله العظيم حرام، والله كبسوا إذا بتريدوا، إذا بتتكرموا علي بالتكبيس. لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحتوا كبسوا بليز، كبسوا ليطلع اللايف وشيروا لي اللايف بليز. يعني حرام يكون هيك اللايف واطي. السرطان، السرطان انتم من الابراج يا لبنى اللي بدي اقول لك انه بديك تطولي بالك يا حبيبتي. بدي من مولود برج السرطان يكون هادي غدا، لانه بعده القمر ضاغط عليكم. ولكن معقول كتير مولود برج السرطان، ما قلت العذراء لا، معقول كتير مولود برج السرطان يتلقى خبر مش على ذوقه، يصير في تلاسم بالكلام. يلا يا خديجة وحياتك من بعد السرطان، رح قلك الحوت وحياتك يا خديجة، وحياتك من بعد السرطان. يلا بسطتها محروقة. فكرمال هيك مواليد برج السرطان، بعد من مواليد برج السرطان هيدا، انا بقول انه هيدا محمد شكرا، هيدا اللي منقول التعب الصحي، التعب النفسي، يمكن في عندك ذكريات من الماضي عم بتعيد. ايه حبيبتي، كأنه كان عندهم أفكار وذكريات من الماضي عم بيستذكروا أشخاص، وبنفس الوقت عندهم حنين لأشخاص، بدهم مين يطبطب عليهم، بدهم غمرة مولود برج السرطان، بدهم مين يوقف حدهم ويسندهم. فأنا بقلك يا حبيبة القلب، هلأ بس خلص، بس خلص بحكيكي، أنا بقلك يا لبنى إنه كل مواليد برج السرطان عند المساء المعطيات كلها بتتغير لصالحك، وقت اللي بينتقل القمر لعندك، وهذا القمر كوكبكم الحاكم. يعني أنا بقلك عن بعدي عن المشيحنات، بعدي عن أي شيء، تواجدي مع أشخاص بحبوك مواليد برج السرطان، وكونوا قد المسؤولية، وما تخلوا حدا يشوش أفكاركم. أنا بحبك موت، بحبك موت 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 موت. فكرمال هيك يا لبنى بقلك روقي وهدي، واي شيء بدكم تعملوه خلوه للمساء، واكيد نهار الاحد بتكونوا من اقوى الابراج، بتكونوا مواليد برج السرطان. رح افتح لك ورقه حظ يا لبنى، ومن بعدها بدنا ننتقل لبرج الحوت مع خديجه. خديجه وينك يا خديجه؟ وينك وينك داخل عينك؟ عيد مبارك يا سبحان الله، كلامك صحيح، انتظر محكمة على أوراق إقامة. ايه حبيبتي، يلا إن شاء الله يا رب يسعد اللايف. يلا يا جماعة كبسوا على أوراق إقامة، إن شاء الله يكون بخير. ايه إن شاء الله، إن شاء الله. لبنى خلي طاقتك معي يا لبنى، قولي يا رب يا لبنى. ضلني اضحك لك، أنا بضحك بوجودكم. خلي طاقتك معي يا لبنى. الله عليك يا لبنى، طلعتك ورقة الفورس، القوة 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 القوة، يعني انت قوية. لو مين ما بده يزعلك بكرة انت هيك لبنى. وهيدا لبنى موجودة يا لبنى، وينك؟ ما عم شوف تعليقك يا لبنى. فكرمال هيك انا بدي اقول للبنى انه هيدي الورقة كتير 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 بحبها. انت امرأة قوية، وما حدا رح يقدر يغلبك لو شو ما صار، لو شو ما صار أهلا. إيه بدك تكوني بأحلى حلة. رح نقول برج الحوت وخديجة، شو أخبارك رولا؟ والله منيحة منيحة. شدوا تكبيس بليز على اللايف يا أحبائي، يا جماعة، يا أحلى عالم، يا أحلى ناس. تكبيسات على اللايف وتشيرات، تكبيسات وتشيرات. لبنى عندك قضية خلع، عندك قضية خلع،
شو بدك؟ بدك افتح لك تارو لقضية الخلع لنشوف إذا رح تاخذي القضية، قضية خلع يعني طلاق، إذا بدك تكسبيها هيدا بدك افتح لك التارو. ولكن خلينا نقول بالأول برج الحوت لبكرة وبفتح لك تارو. برج الحوت وكأنه اليوم حتى بكرة في التباس بالكلام، في التباس بالكلام، في مشاكل عائلية طرأت أو مشاكل بينهم، يعني بين الزوج والزوجة، بين الأخت والخي، بين العائلة، في أمور ما هالقد. رولا أول أمس قلت في خطوبة لبرج الميزان في واحد تقدم لي، عال شو بدك أحلى من هيك. فكرماليك مواليد برج الحوت بقلكم انكم انتم الابراج بدي اياكم تهدوا تقلكم ليه. ليش؟ لانه الكواكب اليوم خاصه زحل والمريخ كانوا عم بشكلوا تربيع مع القمر، وبكره بدي اياكم تنتبهوا لانه القمر تربيع مع نبتون عندكم. فبيشعر مولود برج الحوت بيشدح بخياله الى البعيد، وبصير يجي افكار سوداويه، وبصير يجي اوهام. فانا بدي اقول لمولود برج الحوت ابتعدوا من الخلافات، ويمكن في عنده نقلة، يعني تعزيل، تنظيف، ترتيبات، تجهيزات له من اليوم، عم خزانات عم تنفتح، حدا من مواليد برج الحوت عم بطلعوا شتوي، بنزلوا شتوي، عم بجيبوا غراض على بيتهم، سفر لمولود برج الحوت، باسبورات، غراض للبيت، صرف، هول الأمور كلها عم بتطالكم. فبقلك تهدي، تبتعدوا عن المشاكل، خليكم دبلوماسية، لأنه عند المساء كل الامور بدها تكون لصالحكم. وما تنسوا مواليد برج الحوت انه المصاريف كثير عم بتكون عليكم، كثير مش شوي، كرمكم زايد بشكل كثير كبير، وعم تصرفوا وعم تتهوروا بالمصاريف. فبدي اياكم تنتبهوا. وانتم هلا مواليد برج الحوت كمان ما تنسي هذا المريخ اللي عندك عم يعطيكي جرأه، وعم يعطيكي حماسه، وعم بخليك تكوني متسلطه. ومولود برج الحوت عم بيكون متقدم بكل شيء، ما عم يحمل كلمة مع حدا، اللي بيقول له كلمة عم بيهاجمه. إذا بتقولوا لي لا بقولكم إيه، عم بتهاجموا مواليد برج الحوت، كبسوا يا جماعة. شو يا خديجة مزبوط؟ عن جد الحوت ما عم بيكون دبلوماسي أبدا، كتير عم بيتهور، وكتير عم بيشارع، اللي بيقول له كلمة بيقول له إياها عشرة. روقي لسكر الباب دقيقة، يلا يا حبيبتي. رح افتح لك التارو على قضية الخلع يا خديجة. ورح ما يا جماعة شو اللي صار؟ ليش هيك هاللايف فوتي؟ ردي علي يا جماعة، روقوا بالكم علي. ايه مزبوط. شو يا لبنى؟ حدا من جوزك برج الحوت؟ جوزك برج الحوت يا لبنى؟ والله ما بيحملوا كلمة من حدا. طاقتهم كتير قوية، كتير طاقتهم قوية بهالفترة بهالفترة الحوتية، كتير. خديجة بدي تخلي طاقتك معي يا احبائي، كبسوا كبسوا شايرو. يلا وبدي ورقة حظ. ايه يلا هلا بنشوف. يلا كبسوا يلي بده برجو يا احبائي، ادعموا من الهدف، ادعموا من الهدف، ادعموا من الهدف. حنان اهلا وسهلا. خديجة خلي طاقتك معي، ركزي مع رولا، رح بنشوف قضية الخلع إذا رح بتكون لصالحك. قولي يا رب يا خديجة، قولي يا رب يا خديجة، ليك حتى فتحناهم بالقلب. قولي يا رب يا خديجة. ليك يا قلبي، هيدا دولاب الحظ، دولاب الحظ بده يلعب لعبته معك، بده يبرم. خلينا نشوف هيدا الدولاب لوين بده يوديكي. هيدا الحظ هلأ معك، هلأ الحظ معك، هيدا الحظ معك. عندك تو كابس، هيدا التو كابس يمكن يطلب زوجك الرجوع. نعم اتوقعي، تو كابس يعني رجوع، يمكن يطلب الرجوع، يمكن يطلب الاستغفار، يمكن يقلك سامحيني، يمكن يقلك أنا ما بدي، أنا متمسك فيكي، بس انت لن تقبلين، لانه بتشعري انه هذا الكلام بالهواء.